البيك مايكرو كنترولر، أظن كلكم بتعرفوا المايكرو كنترولر. كان في عندي اهتمام نوعا ما بخوارزميات معالجة الإشارة. بس اكتشفت إنه خوارزميات معالجة الإشارة من الصعب تحقيقها بمايكرو كنترولر 8 بت. لأنه خوارزميات معالجة الإشارة بتحتاج مثل ما كلكم بتعرفوا بتحتاج لعدد كبير من العمليات الحسابية. هاي العمليات الحسابية تحتاج لقوة معالجة يعني مو خارقة بس قوة معالجة كافية لحتى ننفذها. بقى بلشت ادور انه شو التقنية اللي ممكن انا تسمح لي اني انفذ هاي الخوارزمية، شو التقنية اللي تسمح لي اني انا اصمم نظام معالجة الشغل. دورت لقيت يعني دورت بتعرفوا الـ DSP؟ كلكم بتعرفوا الـ DSP؟ DSP هو مثل معالج بس مخصص لأداء عمليات الحسابية، يعني مخصص لعمليات معالجة الإشارة. بتعرف معالجة الإشارة شو هي؟ مخزين معالجة الإشارة؟ مو مخزين معالجة الإشارة. طيب مو مشكلة، أنا عشان ما أضيعكم رح فوت فورا بالمحاضرة. هلا بس سؤال، كلكم مخزين دارات منطقية؟ في حدا مو ماخذ؟ شو اختصاصكم؟ طبية. أي سنة؟ سعودي. طيب ماخذين تحليل فوري؟ كلكم بتعرفوا تحليل فوري شو هو؟ صح ولا لا؟ هو عبارة عن تحويل بشوف شو المركبات الترددية تبع الأشياء. صح ولا لا؟ صح. طيب حدا بيعرف هاي المعادلة شو هي؟ شو بتمثل؟ 50 فوري هي نفسها فوري بس تحويل فوريين مفكر. تمام، يعني هذا تحويل فوريين بستخدمه انا بالدارات الرقميه عشان طالع المركبات التردديه للاشاره. صح ولا لا؟ هاي بالمجال الزمني. هون كل عمود من هذول الاعمده بيمثل تردد معين. هلا هذا تحويل فوريين متقطع ما في مجال من مجالات الاتصالات او معالجة الاشارة الا يستخدم فيه. مستحيل تلاقي تقنية اتصالات رقمية الا مستخدمة فيه. على سبيل المثال الواي فاي او معيار 802.11 يستخدم تقنية تعديل اسمها OFDM السماعات فيها. هاي التقنية تستخدم تحويل فورير متقطع بعملية تعديل وفك التعديل. تقنية الـ ADSL نفس الموضوع. مشغلات الموسيقى الـ MP3 الـ MP4 هذا كلها بتستخدم عمليات تحويل فوريه. مثلا بالـ MP3 نستخدم تحويل فوريه متقطع عشان نشوف شو المركبات الترددية تبع الإشارة اللي المركبات الترددية اللي ما عم تنسمع اللي ما عم تسمعها الإنسان، عشان أنا أحذف هاي المركبات الترددية وبالتالي أضغط الإشارة قدر الممكن. هلا بس عفوا إحنا ملف حنرضه ولا نتو؟ لا بتاخذه ما بتاخذه. ايه اكيد. هلا اذا حللنا هالمعادله بنكتشف انه نحن لحتى ننفذ عمليه تحويل فوري متقطع حاجه ل ان مربع عمليه ضرب عقديه و ان بان ناقص واحد عمليه جمع عقديه. بالتالي عشان اشاره لو انا عندي اشاره ب 1024 عينه تمام بحتاج ل 41 مليون لا عفوا 4 ملايين 194,304 عمليه ضرب حقيقيه، لانه كل عمليه ضرب عقديه تضرب عددين عقديين تمام. في 4 مليار ضرب حقيقيه صح، ومليونين و97,152 عمليه جمع حقيقيه. طب فرضا انا بدي داره تنفذ لي هذا التحويل تمام. فرحت جبت معالج مثلا تردد 10 ميجا هرتز بدي نفذ عليه هذا التحويل، وفرضت انه كل تعليمه عم تاخذ دوره ساعه واحده لمده ساعه واحده تمام. معناته رح احتاج انا ل 0.62 ثانيه لانجاز التحويل من اجل 1024 عينه فقط. شو بيعني هذا الشيء؟ هلا بتعرفوا انتم مثلا بالواي فاي بالمعيار 802.11 جي شو السرعة؟ شو سرعة نقل البيانات؟ حدا بيعرف؟ 54
تقريبا 54 ميجا بت الثانية. طيب انا اذا بدي لكل 1024 عيلة 0.62 ثانية، معناته نقصد السرعة من 54 ميجا بت ل 52.8 كيلو بت الثانية. طيب شو المشكلة؟ ليش يعني هذا البطء بالاداء؟ اول شيء المعالجات كما بتعرفوا تتكون من ALU اللي هي Arithmetic Logic Unit، يعني وحدة الحساب المنطق ووحدة التحكم، تمام؟ ALU هي المسؤولة عن أداء عمليات الحسابية، بقى أنا بكل معالج عندي ALU وحدة، تمام؟ والمعالج بيشتغل بشكل تسلسلي، يعني بياخذ التعليمة الأولى، ياخذ التعليمة، تمام؟ لازم يمشي عبر هي المراحل كلها، بده يستخرج التعليمة من الذاكرة، بعدين بده يعمل فك ترميز للتعليمة عشان يفهم شو هي التعليمة، بعدين بده يستجلب الداتا المحتاجة من الذاكرة عشان ينفذ التعليمة، بعدين عملية التنفيذ، بعدين بده يخزن النتيجة. طيب معناته كل عملية محتاجة إلى مراحل التنفيذ، وما فيني أشتغل إلا تعليمة تعليمة، يعني ما فيني أشتغل مثلا على كذا تعليمة مع بعض، تمام؟ بدي اشتغل تعليمة تعليمة. طيب شو الحل برأيكم؟ حدا عنده فكرة شو ممكن كيف ممكن يحل المشكلة؟ هلا معلش خليني استخدم مثلا تردد 1 جيجا هرتز، معالج تردد 1 جيجا هرتز، تمام؟ أنا معناته سرعت قديش؟ 10 100 مرة، بس حتى لو سرعت أنا المعالج كله صار كل شغله الشاغل هو هي الشغلة، أكثر من كوبروسيسور ممكن استخدم أنا أكثر من كوبروسيسور. بس هي مشكلة لما يرتفع السعر بشكل كثير كبير. يرتفع السعر ويرتفع استهلاك الطاقة، هلا بتعرفوا كلكم اتجاه الإلكترونيات نحو تخفيض استهلاك الطاقة وتصغير الحجم، تمام؟ إيه فأنا شو ممكن مثلا استخدم؟ مالتي ثريدنج أو مالتي تاسكينج مالتي ثريدنج، تمام؟ هي كمان بالمايكروبروسيسور، هو تقنية بالمايكروبروسيسور، بس أنا في فكرة مثلا إنه استخدم أكثر من وحدة تنفيذ بنفس الوقت. أنتوا سامعين بشيء اسمه SIMD Single Instruction Multiple Data، هي بتصور زملائنا بالحوسبة بيعرفوها يعني. إيه تمام، الحوسبة التفرعية إنه أنا مثلا عندي مجموعة كبيرة من المعطيات كلها عم نفذ عليها نفس التعليمة، نفس التعليمة عم نفذ اللي هي الضرب والجمع، تمام؟ بدل ما أنا استخدم فرع تنفيذ واحد بجيب عدة فروع تنفيذ، تمام؟ يعني بدل ما أنا استخدم ضارب واحد مثلا بهذيك هذا بستخدم مثلا خلينا نقول أكثر من ضارب 64 ضارب، تمام؟ هو عدد من الجوامع، بحيث هلا انا لو استخدمت 64 ضارب على التفرع راح احتاج فقط ل 1536 دورة ساعة لاثمان التحويل ل 1024 عيلة. هذا يعني باستخدام مهتز بتردد 10 ميجا هرتز راح احتاج 153.6 مايكرو ثانية لاثمان التحويل. هاي مقارنة ب 0.62 ثانية بالحالة اللي قبلها. يعني رفعت سرعة نقل البيانات من 52 كيلو بت ل 30 ميجا بت، تحسين أكثر من 550 مرة. طيب أنا هاي كيف فيني أحققها؟ المعالجات اتفقنا مستحيل، قد ما كان متطور المعالج حيكون فيه بالكثير ضاربين أو ثلاثة، بس كيف فيني أحقق أنا ضارب فيها أكثر من مثلا 64 ضارب أو أكثر، وخلينا نقول مثلا من 50 جامعة أو أكثر. طيب في كذا حل. اول شيء اني استخدم التصميم الرقمي التقليدي، شكل الدائره اللي بدي اياها بس استخدام دائرات TTL كلكم شاربين عليها، تمام؟ طيب قديش هذا الشيء حيكون بلبك وحيكون بوجع الراس؟ اول شيء بده مساحه كبيره وبده عناصر، عدد عناصر يعني خيالي اكثر من هذول بكثير، بس احتمال الخطا فيها يعني اذا سلك واحد انشال من محله الداره كلها ما عاد تشتغل وعود دور على الخطا هذا، وزمن تصوير كبير،
هيك استهلاك الطاقة خيالي. الحل الثاني اني انا اصمم الشريحة الخاصة فيني اللي بتعمل هذا العمل. هو بسموها ASIC اللي هي Application Specific Integrated Circuit. تمام؟ سمعانين فيها؟ طيب الASIC هي عبارة عن شريحة مصممة لغرض محدد. غرض واحد معين مثلا، انا بروح لشركة مثلا معينة بتشتغل بهذا المجال، بقول لهم انه انا بدي شريحة بتعمل لي هيك هيك هيك، مثلا تنجز لي التحويل وفق هذا الزمن، ما يكون تأخير فيها أكثر من هيك. بعطيهم هذا وهم بيصمموا لي الشريحة اللي بدي إياها أنا، وبتيجي مطابقة للمواصفات اللي بدي إياها. هلا ميزة هاي التقنية إنه استهلاك استطاعة صغير جدا. أداء أفضل أداء ممكن تحصل عليه. لأنه بتكون مصممة يعني ترانزستور ترانزستور بحيث تعطيني أفضل أداء. تكلفتها مشكلة عالية. مناسبة للاستخدام وين؟ أنا لما أكون مثلا عندي مصنع أو خط إنتاج وبدي أنتج مثلاً أجهزة بتحتوي هاي الشريحة. زمن تطوير بتحتاج زمن تطوير كبير وما فينا نغير التصميم. يعني خلاص أنا صممتها هيك بدي أضل هيك، بدي أرضى فيها، يعني طلع فيه عطل أو فيه عيب أو أنا مثلاً بدي أغير التصميم ما فينا. هلا مثال عليها هاي الشريحة هي سموها أثيروس AR 5070EC Wireless Adapter. هي شريحة واي فاي يستخدم نفسها الموجودة باللابتوب عندي، مصممة بنفس هاي الطريقة. تمام؟ هلا شو الحل الثالث؟ مين عنده فكرة؟ شو ممكن أنا حل يجي وسط بين هذيك بين التقليدي وبين الإيزك؟ حل أنا مثلا ممكن شيء أنا برمجه؟ نعم؟ شيء أنا برمجه؟ شيء قابل للبرمجة، تمام؟ شيء قابل للبرمجة، دارة رقمية فيني أسويها على كيفي، تمام؟ بس فيني إذا حبيت غيرها فيني غيرها. هذا اللي بيسموه Programmable Logic Devices أو التجهيزات المنطقية القابلة للبرمجة، واللي من ضمنها FPGA. طيب هلا بس نظرة بسيطة كيف تطورت الـ FPGA عشان نفهم هاي التقنية كيف تشتغل. هلا أول شيء بلشوا بشغلة يسموها Programmable Array Logic. هلا انتم متى ما بتعرفوا اي معادلة منطقية بكتبها بهالشكل A and B or C and D الى اخره. تمام؟ طب انا كيف فيني احقق هاي المعادلة المنطقية هون؟ شو عملوا؟ عملوا مجموعة من بوابات AND تليها مجموعة من بوابات OR وبليها قلابة. طيب وهون بتكون المداخل تبعي اللي هي A B C G. تمام؟ طيب هلا انا اذا بدي برمج هاي المعادله، هاي الوصلات هاي كلها قابله للبرمجه. يعني هاي الوصله انا فيني هاي الوصله بتكون عباره عن فيوز. تمام؟ انا فيني عن طريق مثلا تربيع تيار محدد اما اوصله او افصله. تمام؟ والوصله هاي كمان نفس الشيء. طيب انا اذا وصلت الـ A والـ B وصلتهم على هاي البوابه الان. تمام؟ شو صار عندي؟ تشكل عندي اول حد من المعادله المنطقيه. وبنفس الطريقه بكمل على باقي المتغيرات، على باقي الحدود C والD مثلا بوصلهم على البوابه الثانيه. وبالتالي تشكل عندي انا دائره منطقيه فيني انا غيرها على كيفي. حسب انا المعادله المنطقيه اللي بدي اياها. هلا شو هي الـ FPGA؟ الـ FPGA هي كمان الدارات المنطقية القابلة للبرمجة. بس الـ FPGA بنيتها مختلفة متطورة أكثر بكثير عن بنية الـ PLA. الوحدة الأساسية للـ FPGA هي بسموها Logic Element أو Programmable Logic Element اللي هو أنا عنصر منطقي فيني برمجه بالطريقة اللي بدي إياها لحتى يشكل لي المعادلة المنطقية اللي بدي إياها. طيب شو فكرة اللوجيك إليمنت؟ هلا أنا إذا عندي مثلا هذا جدول حقيقة التالي، تمام؟ بدي أحققه اللي هو بيمثل هاي المعادلة A بار B بار أو A B C بار D بار إلى آخره. إذا اطلع على هذا الجدول، تمام؟
انا ما فيني حققه، ما اخذته انتوا انه انا فيني حقق اي وظيفه منطقيه باستخدام الملتيبلكسر، صح ولا لا؟ اي وظيفه منطقيه بدل ما انا استخدم بوابات فيني حققت باستخدام الملتيبلكسر. هلا اذا طلعنا على بنيه اللوجيك اللي هنا بنلاقي هذا اللوك اب تيبل ال يو تي لوك اب تيبل اللي هو اللي هو مثل بهي البنية عبارة عن ملتيبلكسر 16 لواحد تمام على مداخل الانتخاب تبعه بحط المتغيرات المنطقية الموجودة وعلى المداخل تبعه بحط جدول الحقيقة تروث تيبل وزعهم شايفين 1 0 0. طيب أنا لما يكون عندي المتجين الحالة A B C D اللي هي أول حالة خلينا نقول 0 0 0 0 كيف حيكون الطريق؟ حيجي هيك 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 حيطلع عندي على خلص شو؟ 1 تمام؟ يعني أنا شوف يعني أنا بهالحالة حققت المعادلة المنطقية اللي بدي إياها. طيب أنا كيف هدول بحطهم؟ كيف هدول أنا بخزن فيهم هذا الجدول؟ على كل مدخل من مداخل الملتيبلكسر موصول خلية إسرام. بتعرف شو الإسرام؟ ذاكرة تمام؟ خلية ذاكرة إسرام. هاي الخلية فيني أنا برمجها أحط فيها القيمة المنطقية اللي بدي إياها. هلا إذا بنطلع على الـ FPGA بشكل عام، الـ FPGA شو بنيتها؟ مكونة من مجموعة من اللوجيك بلوكس. اللوجيك بلوكس هي عبارة عن 16 أو 64 لوجيك إليمنت مجمعين مع بعض. وبين اللوجيك بلوكس في خطوط وصل بتمشي على طول الـ FPGA كله، على طول الشريحة كلها. يعني بتوصل لكل لوجيك إليمنت موجود بقلب الشريحة. هاي الوصلة كلها قابلة للبرمجة. يعني انا هون فيني احدد اذا موصوله مع هذا الخط موصول مع هذا الخط ولا لا. ونفس الشيء كل وصله بقلب الاف بي جي اي قابله للبرمجه. طيب كيف قابله للبرمجه؟ بنفس الطريقه. شوف هاي مثلا هذا تقاطع، هذا تقاطع وصلتين تمام. انا هذا ترانزستور بتعرفه ترانزستور موسفيت، صح ولا لا؟ كمان كل ترانزستور عندي موصول على خليه اسرام. أنا إذا حطيت بهي الخلية إسرام خزنت فيها قيمة منطقية 1، هذا الترانزستور شو؟ حيوصل، وبالتالي هي الوصلة حتكون مفعلة. ونفس الشيء مثلاً إذا بدي أفعل هي الوصلة بحط 1 هون وبتتفعل هي الوصلة. طيب هلا للمقارنة فقط مو أكثر، هذا الشكل الداخلي لشريحة FPGA سموها Vertex من شركة Exynix، وهي الشكل الداخلي لشريحة Pentium. بس لاحظوا الفرق انه هون بنية منظمة تماما، يعني بنية واحدة وكلها عبارة عن مجموعة من Logic Elements عناصر منطقية. اما هون بتحس بنية عشوائية لانه هذا بسموه Custom Logic، انه هاي انا مصممة للوظيفة اللي بدي اياها. ف حيكون الشكل طلع عشوائي الا باستثناء هاي المنطقة اللي هي منطقة الكاش. الكاش هي منطقة الذاكرة، دائما منطقة الذاكرة تكون منتظمة لانه انا عم استعمل صف واحد من صفوف من الخلايا المتناسقة. طيب كيف انا فيني برمج الـ FPGA؟ هلا الـ FPGA فيها طرق كثير للبرمجة. واحدة منها اني انا ارسم الدارة اللي بدي اياها تمام؟ ارسم الدارة اللي بدي اياها وطبقها على الشريحة واحدة. بس الطريقة الأكثر استخداما هي الـ Hardware Description Language، أو هي لغات توصيف الأعداد الصلب. شو هي لغات توصيف الأعداد الصلب؟ هي لغات تشبه اللغات البرمجية لحد ما فيها مثلا F Close، فيها فور حلقات فور. بس بتختلف انه هاي اللغات عم توصف لي عتاد، عم توصف لي يعني انا عم توصف لي دارات، ما عم توصف لي برنامج بيمشي بشكل تسلسلي.
أشهر اللغات المستخدمة هي Verilog و VSD. هلا كمثال عليها هاي بلغة Verilog. هذا الكود يوصف لقلاب V، قلاب النوع دي. لاحظ هون أنا عرفت المداخل والمخارج تبع القلاب تبع الجارة. هون هلا هاي جملة always at positive edge، يعني إنه أنا بدي هاي هذه الجارة عند كل مادة صاعدة تفضح من كل نقطة صاعدة من نقطة جبهة صاعدة من نقطة بلس. يعني Q لما تيجي النقطة الصاعدة تاخذ Q تاخذ قيمة D موجودة. هلا شو مراحل التصميم باستخدام الفيزياء؟ أول شيء أنا بدي صمم الدارة تبعي باستخدام Verilog أو VHDL، هي روبات توصيف العطور. بعدين هاي الدارة بيجي فيها أنا برامج، عندي برامج شو اسمه برامج التصميم مثل الكوارتس اللي حورجيكم اياها بعد شوي. تعمل عملية analysis and synthesis، تاخذ هاي بياخذ هذا الكود موجود عندي بحلله وبركب منه الدارة اللي أنا بدي أطبقها. تمام؟ بعدين هلا بعد ما ركب الدارة طلع لي الجداول الحقيقية المطلوبة، بنتقل لعملية الفكرة اللي هي أنا بدي أحدد أنا كيف بدي برمج هاي ال FPGA تبعي، يعني كيف أنا بدي برمج كل لوجيك إليمنت، كيف بدي برمج العناصر المنطقية الموجودة عندي حتى تحقق لي هاي الدارة. وبعدين عملية البروجرامينج اللي أنا بنزل الدارة تبعي على الشريحة. يمكن بعض المفاهيم ما لها واضحة كثير بحكم انه هي تقنية يعني نوعا ما معقدة، يعني شرحها بده وقت كثير، يعني بدها اكثر من جلسة وبدها الواحد يقرا كثير حتى يقدر يستوعبها يعني بشكل كامل. فأنا هلا رح احاول ورجيكم بجوز عن طريق مثال تطبيقي تشوف كيف انا في استخدم وظف هاي الداء هاي التقنية حتى صوت التطبيق اللي بدي اياه. هلا بتعرف شاشات الفي جي اي؟ في حدا ما بيعرفها؟ شاشات الكمبيوتر العادية بتعرفوها ما هيك؟ طيب هاي الشاشة إذا أنا بدي أسوي دارة أتحكم فيها أظهر عليها، دارة تتحكم بهي الشاشة، شو المطلوب مني؟ خلينا بالأول نفهم طريقة عمل هذه الشاشة. شاشات الـ VGA أول شيء نعتبر الشاشة مكونة من عدد من البكسلات، مثلا خلينا نقول 640 بكسل بالعرض و 480 بكسل بالطول. تمام؟ كل بكسل هو عبارة عن ثلاث نقط، ريد جرين بلو، أحمر وأزرق وأخضر. تمام؟ هلا كيف أنا بظهر كيف تظهر الصورة اللي بدي اياها على هاي الشاشة؟ الشاشة بتكون بعملية مسح. يعني أنا في شعاع إلكتروني، يعني طبعاً بالكاثود راي هاي بالشاشات القديمة، طبعاً هلا كله بيختلف شوية بس نفس المبدأ. شعاع مسح، هذا الشعاع ببلش من الزاوية اليسارية العليا للشاشة، بعدين بيمسح بكسل 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 بالعرض، كل ما يخلص صف ينتقل للصف اللي بعده هيك ليوصل لاخر الشاشه، ينتقل بعدها للزاويه اليساريه اللي عليها. هلا هاي الاشاره هي الاشاره اللي بتطبع على الشاشه او على المدفع الالكتروني لحتى يعمل عمليه المسح. هاي ببلش من هون يمسح بس يوصل لهون، بيرجع بعملية ريتريس، هيك بسموها عملية ريتريس، بيرجع لبداية الصف الأول. طيب أنا لحتى أعمل عملية المسح هاي، شو مطلوب مني أنا؟ أنا مطلوب مني بس إني أنا أعطي للشاشة وأهدها للشاشة هاي الإشارة. هاي الإشارة بتحدد هون النقطة السالبة هون، بتحدد لها بداية عملية المسح. تمام؟
بعدها طول ما هي تعبير في عملية هون الباك بورج عشان لأنه هون في مجموعة بكسلات ما بتظهر. من هون من عند هاي من هون لهون هو الوقت الفعال اللي عم تظهر فيه الصورة على الشاشة. أنا بس بدي أولد هاي الإشارة. كيف فيني أولدها؟ صفر صفر وواحد. عبارة عن صفر وواحد. كيف فيني أولد مثلا هاي الإشارة مثلا بدي إياها خلينا نقول 150 مايكرو سكند. مهتز. مهتز بس المهتز بيعطيك إشارة مربعة. بي دبليو إم. غير بي دبليو إم. هون نحن بي دبليو إم هنا نحن نحكي كله ديجيتال. عداد تطبع عليه مهتز. قول له أنت بس توصل للعدد كذا أعطي إشارة ثانية. بس هو طول الوقت خلي على خارج. إذا هذا العداد بيتحكم بخرج ثاني بس يوصل لعدد معين بيعطي إشارة ثانية والباقي إشارة موجودة. هلا بما أنا عندي مسح أفقي ومسح شعبي معناته رح أحتاج العدادين. العداد الأول بيقول لي إشارة المسح الأفقي تمام اللي حكينا عنه قبل شوي. والعداد الثاني بيولد إشارة المسح التشاكلي اللي بينتقل بين الأسطور. هاي بتنتقل بين الأعمدة بتسلسل وهي بتنتقل بين الأسطور. هاي الإشارة كمان بدي أنا أولدها بعداد. بس هذا العداد مقاد عن طريق هذا العداد. يعني أنا كل ما خلص عدة كاملة من هذا العداد بده يعد عدة واحدة هون تمام؟ هلا هاد هو الـ VGA والجكتر الـ VGA كلكم بتعرفوا أكيد. طيب هو فيه كتير مداخل مخارج بس أنا بهمني منه هو الواحد واثنين وثلاثة هن الـ R والـ G والـ B. هدول الإشارات التماثلية اللي بتحدد اللون تبع كل بكسل عبارة عن هدول الإشارات بتخلطهم الشاشة وبتظهر عليهم بتظهر لون البكسل اللي أنا بدي إياه. وبدي إشارة الـ H والـ V اللي هي horizontal scan و vertical scan مسح أفقي ومسح شرقي. طيب هلا بس الملاحظة نحن الكتلة عم نستخدمها بسموها DE270 هي من شركة تيرز شركة تايوانية فيها شريحة FPGA من شركة ألتيرا اسم الشريحة سايكلون 2. هاي الشريحة فيها حوالي 70,000 عنصر ملتقي قادر للبيانات وفيها حوالي 128 كيلو بايت من الذاكرة المضمنة وفيها 300 ضارب 8-bit. أنا بتذكر قلت لكم إنه نحن بنستخدم مثلا إذا بنستخدم عدة ضوارب فهي الشريحة فيها ضوارب مخصصة لعمليات معالجة الإشارة. وفوق هيك فيها حوالي 625 بن دخل خارج عشان هيك يعني ما حدا بيشتري الشريحة لحالها. معظم الناس اللي بتشتري الكت كامل لأنه الشريحة 625 بن والبنات بسموهم بي جي اي يعني من الصعب انك تعمل بورد لها بي سي بي لها. طيب هلا هذا البورد فيه له كثير طرفيات منها مثلا مداخل صوت اوديو كوديك بسموه مداخل صوت انا عشان ادخل وخرج صوت. في منها في جي اي داك. هلا مثل ما قلت لكم انا بدي ولد اشارات الريد والجرين والبلو تمام. طيب اذا انا عندي كله رقمي والاشارات هي تماثل فشو محتاج انا؟ محتاج لـ DAC اللي هو Digital to Analog Converter. هاي البورد فيها VGA اللي هو هذا البلوك دايجرام تبعه مخطط الصندوق تبعه هذا البورد عبارة عن ثلاث محولات 10 بت كل واحد منهم للون واحد للون الأحمر واحد للون الأخضر واحد للون الأصفر.
يعني انا بس قصه عندي اني انا ولد اشارات المسج تمام وابعت للشاشه او لهذا الدي اي سي ابعت له عند كل بكسل شو قيمه اللون اللي انا بدي اياه والباقي هي الشاشه اللي بتتولى تنفيذه. مخرج وجهتها كان في ثلاث اسلاف، واحدة ارس وجي و بي. يعني هدول كل واحد منه بيكون يعني بيت في اول، فكيف انت حاطط هنيك 10 بيت؟ هاي مو هذا مو مدخل جي فرش، هدول مداخل شايفهم. طيب انت وين حاطط جي اي سي يعني جي تاب؟ هدول المداخل وصولين لهدول المخارج الاي او ار الاي او جي والاي او ار. انا الالوان تبعي هون انا هون بتحكم فيها الار 0 والار 10 انا بعطيه قيمه كله عند كل بكسل بعطيه قيمه اللون اللي بدي اياه والدي اي سي هو المسؤول انه يحولها لانالوج. طيب هون اف بي جي اي بيبعتها للار جي لما داخل الار جي اف بي جي اي وين عملوا؟ بالاي سي هلا صار هلا لسه هلا لا الاف بي جي اي هي عملها اني انا ولدت شكل العدادات داخل الانالوج بنفس الوقت؟ لا لا الاف بي جي اي ما لها علاقه بالانالوج اطلاقا كلها ديجيتال تمام؟ الاف بي جي اي وظيفته اني انا شكل هدول العدادات اللي بدهم يولدوا لي اشاره المسافه اشارتين المسافه تمام هوريزونتال والفيرتيكال تمام؟ وبنفس الوقت انك تراقب شعاع المسح وين صار يعني تحتفظ بموقع شعاع المسح انه هلا شعاع المسح صار عند البكسل مثلا اللي بالسطر الاول العمود الثاني عشان اعرف انه عشان الداره الرقميه تبعي تعرف مثلا هلا شو الالوان اللي بدها تبعتها عرفت الان؟ وضحت الفكره؟ وضحت. هلا هون هاي الكود اللي انا كتبته باستخدام جيرلو عشان اشكل الداره اللي انا بدي اياها تتحكم بهي الشاشه. هلا بس عرفت مثلا اول شيء عرفت له هون المداخل والخارج الاوتبوت تبعه هو الاو في جي اي ار الاو في جي اي جي والاو في جي اي بي اللي هن كم بيت 10 بيت اللي هن شو هدول؟ هن الالوان اللي انا بدي اعطيهم للداره بدي احولهم لانالوج بعدين ابعتهم للشاشه تمام؟ بعدين عندي هون اشاره المهتز 50 ميجا هرتز هدول سرعة التحكم هون عندي هلا بس ملاحظه انا فرضا بدي ولد مثلا بدي عندي الشاشه 640 480 640 بكسل بالعرض 480 بكسل بالطول وبدي اياها بدي اياها تحديث معدل تحديث 60 هرتز قديش اقل تردد ساعه انا لازم استخدمه؟ عدد البكسلات ب 60 هرتز تمام يعني 640 ب 480 ب 60 هرتز بيطلع قديش تقريبا 25 ميجا هرتز اقل تردد ساعه انا لازم استخدمه هو 25 ميجا هرتز هلا بورجيكم كيف انا راح استخدم هذا ال 50 انا عندي على البورد مهتز ب 50 ميجا هرتز بدي ولد منه ساعه 25 ميجا هرتز طيب هون الرج تعليمة الرج هي تعرف رجسترات انه انا بدي هون ريجستر 10 بت اسمه اتش كاونت وريجستر 9 بت اسمه في كاونت قلنا لكم انه نحن بدنا عدادين لنولد اشارتين مثلا تمام
ريجستر اللي هو حاستخدمه كعد كولم اوت والرو اوت، هدول اللي بيحتفظوا بالموقع شعاع النصح، انه شعاع النصح صار عند البكسل عمود كذا صار كذا. هلا هون هاي always at positive edge OVGA clock، هاي مثل ما قلت لكم هاي تعليمه بتقول انه كل شيء كل التعليمات اللي تحتها هي عباره عن دارات تطلع عن النقطه الصاعده للصاعد. هلا هون بتعمل لهم انا كل ما يخلص عاد تمام يرجع للصفر ويرجع للصفر ويبلش عاد من اول وجديد. هون اتش كاونت عم بقول له اتش كاونت انه يزيد العد طالما انه ما وصل لاخر قيمه بالعداد تمام عم يزيد. يعني انا مثل عملت الاتش كاونت عباره عن عداد. نفس الشيء بالنسبه للدي هاي الدارة تمام هذا من الشاشة مساحة شوية من البروجيكتور شايفين كيف أنا رسمت برسم أنا كيف رسمت هذا الشكل كيف طلع معي لما يوصل أنا عامل له كيف حسب الاهتزاز البكسل وقت لا هذا المربع الصغير كيف يعني؟ بس كيف عرفت؟ هو الفلوس الفيوز اللي حكيت لنا عنه لما بتعمل له شورت انه النقط اللي بيعملها بلش عنده تغذية البتات الريجسترات 10 بت انا بالدارة تبعي بحدد له انه انت انه بس شعر المسح يوصل لهذا البكسل تمام يحول اللون من اسود لازرق تمام طالما هو بهاي المنطقة حيكون اللون ازرق بس اطلع براتها هو هدول كيف حققتهم عن طريق شو؟ الريجسترات اللي ايوه الرو والكولم نوت يعني شو اسمه الريجسترين التحديدي وين انا صرت باي سطر وباي عمود هلا ممكن بطريقتين، انتم بتعرفوا ممكن مثلا اقسم على اثنين بيطلع معي 25 ميجا بس هي الطريقه مو دقيقه طبعا بيستخدموا البي ال ال بتعرفوا البي ال ال؟ استخدموه انا لولد تردد من تردد هاي الشريحه اللي عندي اياها هاي الشريحة اللي نحن موجودة
هذا الشكل الداخلي للشريحة الموجودة عندنا. هذول الربعات الزمن كلياتهم لوجيك مثلا ناصر منطقية قبل البرمجة اللي حكيناكم عنها شوي. الربعات الرمادي هي ضوارب، ضوارب 9 بيت ب 9 بيت. الربعات البيضاء هي زواكر، كل ربع منه عبارة عن 4 كيلو بيت من الزاوية. هلا بالزاوية هون اللي مو مبينين الزوايا الأربعة، في كل زاوية في وحدة بي ال ال، هي الوحدة اللي استخدمتها أنا لحتى ولد من ال 50 ميجا هرتز ولد تردد 25 ميجا هرتز. بس أنا بحدد له البرنامج إنه أنا بدي أستخدم هاي البي ال ال، تمام؟ بحدد له إنه أنا الدخل عندي هو 50 ميجا هرتز والخرج 25، بدي الخرج 25 هو لحاله، هو لحاله بس أنا باخذ من الخرج التردد اللي بدي إياه مو 25، فيني ولد أي تردد، أي تردد ممكن مثلا أدخل 50 ولد 400، ممكن أدخل 50 ولد مثلا 50 كيلو هرتز، تمام؟ هلا رح ننتقل لشغله جديده بسموها السيستم انشيب. هلا سمعان فيها؟ سمعان فيها؟ شو في سيستم؟ اللي بعرف انه يحطوا معالج، وهذا المعالج ما يكون هو لحاله، يحطوا معه مثلا وحده مثلا تبع معالجه صوت، وحده تبع كذا، يكون كلها على شريحه وحده. ما اغلب مشان ديفلوبر انه كيف الشريحه اللي معك هي هاي الشريحه ما في بطن هاي خلص انه في لها وظيفه محدده بس فيني انا بستخدم شكل سيستم نشر. طيب هلا راح اشرح لكم هلا فرضا نحن مثلا عم نشتغل بشركه طلبوا منا صمم الدرجه الالكترونيه لجهاز هاتف خلوي. برأيكم شو ممكن أنا أحتاج عناصر من الناحية الرقمية؟ معالج ابلكيشن بروسيسور، شو كمان؟ دي اس بي عشان هو يعالج إشارة المستقبل في عمليات تعديل وفك التعديل، ضغط فك الضغط، تشفير فك التشفير، شو كمان؟ ذاكرة ما ذاكرة ذواكر دي دي ار 3 مثلا مستخدم بدي متحكم شاشه مثل اللي ورجيتكم اياه شوي ما بدي اظهر مع الشاشه بدي متحكمات دخل وخرج عشان ما عندي حساسات وعندي بدي اتحكم فيها مداخل مخارج اتحكم فيها هلا هاي مثلا دائره مفترضه هاي اقل جهاز خلوي موجود حاليا فيه هدول الاجزاء. هلا بس الار اس فرونت اند هي كلها تناسبيه، هي عباره عن مجموعه مكبرات وشو اسمه تنقل لي من التردد العالي اللي هو من 900 ميجا هرتز ب جي اس ام للتردد المنخفض عشان انا اقدر اعالجه. يعني او بتحول لي مثلا من انالوج لديجيتال. هلا عندي بعدين بيجي البيس باند بروسيسور. البيس باند بروسيسور هو اللي بيعمل عمليه التعديل وفك التعديل. يعني انا هون تجيني الاشاره معدله هون بعملها عمليه فك التعديل. تمام؟ هذا ديجيتال كمان. الدي اس بي يونت بيعمل عمليات ضغط الاشاره، تشفير الاشاره، فك التشفير. كل العمليات اللي بتحتاج كم هائل من العمليات الحسابيه مثل هون الدي اس بي. بدي ابلكيشن بروسيسور هو عشان يعالج طلبات المستخدم مثلا الجي يو اي الواجهه الرسوميه عشان يتحكم بباقي الوحدات. بدي دي دي ار، بدي جرافيكس بروسيسور عشان يسار الشاشه والمتحكم بالدخل والخارج. طيب شو فكره السيستم اون تشيب؟ شو الفكرة؟ هلا أنا مثلا فكرة سيستم اون تشيب
هي اني هدول الوحدات كلهم ممكن اكثر منهم كلهم نحطهم بشريحه واحده. طب شو بستفيد؟ طلعت مساحه. شكرا. طاقه قليله. شكرا. تكلفه قليله كثير كثير التكلفه. هلا الا هاي ما في لحد الان ما صار يعني ما صار قدره على انه يحطوها بنفس نفس الشريحه لانه هاي بتستخدم مثلا السيليكون وهي بتستخدم تقنيه الجي اي اي اس اسمها فيها بيستخدموا الزرنيخ فيها بيستخدموا الزرنيخ كاشاره فما في لحد الان عندنا بس عم بيجري ابحاث انه انا ضم كل هاي المكونات مع الانالوج والار اف ضمت بشريحه واحده بسموها ار اف اس او سي RF System on Chip. هذا تعريف الـ SOC حسب ويكيبيديا. System on Chip أو System يعني هو مجموعة مجموعة من الـ هو إدارة متكاملة تحتوي على كل العناصر لنظام حاسب أو أي نظام إلكتروني آخر في شريحة واحدة. تصور إنه أنا عندي مثلاً الكمبيوتر كامل بالشريحة ما محتاج يعني أنا ماني محتاج أكثر من هالشريحة بس بحطها على الدارة وخلص صار عندي الدارة اللي بدي إياها. ممكن تحتوي ديجيتال أنالوج ميكس اسمها أند أوفن راديو فريكونسي. يعني هلا من جديد بلشوا يفوت الراديو فريكونسي فيها. هلا واحدة من أشهر الشرائح المصنع وفق هاي التقنية هي الـ A5. حدا معه ايفون؟ معك ايفون. شو الـ 4S؟ لا 4 الـ 4S مستخدم فيه هاي الشريحة. هاي الشريحة بسموها A5 من انتاج شركة ابل بيقولوا انه هاي هي السبب وراء نجاح منتجات شركة ابل. انا ما كثير مقتنع بنجاحها. هلا هاي الشريحة شو بتحتوي؟ تحتوي على معالج ARM Cortex A9 بلواتين وبنفس الوقت تحتوي على SIMD اللي حكيت لكم عليه قبل شوي اول محاضره سنجل انستركشن مولتيبل داتا تمام ليسرع عمليات الحسابيه وبتحتوي بنفس الوقت على باور في ار جي بي اللي هو معالج رسوميات. طب انا كيف فيني استخدم الفي جي الاف بي جي اي لصمم مثل هاي النظام؟ هلا اول شيء بنعمله الاف بي جي اي يعني تطور التقنيه بتعرفوا هلا صار في شغل على 20 نانو متر. بتعرفوا شو المقصود لما اقول انا التكنولوجيا صنع تقنيه 20 نانو متر؟ حدا عم بفكره؟ هي ال 20 نانو متر هي بالتحديد بتحدد عرض هلا انتم ماخذين موسفت له قناعات في موسفت له قناعات بعدين السوس والدرين المنبع والمصرف بعدين قناعات ال 20 نانو متر هي هاي بتحدد طول القناه طول القناه المستخدم بالترانزستورات هاي. هلا حاليا وصلوا ل 14 نانو متر وفي فيكتوريا صنعوا ترانزستورات بتقنيه على ما اذكر 5 نانو متر مكون من 7 ذرات فقط. ترانزستور مكون من 7 ذرات فعشان تشوفوا قديش يعني صار في امكانيه لدمج عناصر ضمن مسافه صغيره بالشريحه. طيب مثل ما قلنا انه بسبب تطور التقنية صار فيني أنا أدمج عدد كبير من العناصر المنطقية القابلة للبرمجة بقلب الشريحة تبعي. وبنفس الوقت مرونة الـ FPGA إنه أنا فيني برمجها ورد عيد برمجتها بكل بساطة تمام سهلت كثير سهلت وسرعت من عملية تطوير هذه النظام اللي هي الـ SOC. هلا من حوالي شهرين شركة ألتيرا أنتجت نوع جديد من الشرائح سميته ألتيرا سورس اللي هو هذا الشرائح مخصص
لهذه التقنيه. بس قبل خليني اورجيكم بس هلا فرضا انا بدي اصمم هذا النظام. هذا النظام هو هذا مشروع التخرج تبعي. هذا نحن كانت الفكرة انه نحن بدنا نسوي، بتعرفوا هي الديجيتال ميديا والاغاني والمدري شو، ما عاد يعني صار الاعتماد على التخزين قليل، يعني ما عاد حدا خزن اغاني مثلا عنده على هذا. شو صار؟ صار انتشرت تقنية الانترنت راديو، وانا بسمع الاغاني والراديو عن طريق الانترنت بدل ما خزنها على هذا التستغل مثلا. فنحن حبينا نعمل مثل نظام بيأدي هي الوظيفة. فالنظام تبعنا كان بحاجة طبعا بالتأكيد بحاجة لمعالج. هلا نيوز 2 هو عبارة عن معالج 32 بت. هذا المعالج موصف بلغة الفيرلوك. موصف بلغة الفيرلوك، يعني أنا باخذ، هو طبعا كمان من تطوير شركة التيرا، من نفسها اللي مصنعة الشريعة. أنا باخذ ملف الفيرلوك اللي بدي أنا ملف الفيرلوك اللي بيوصف هذا المعالج، وبس برمج الشريحة تبعي بصير عندي معالج بقلب الـ FPGA. هذا النوع من المعالجات بسموه سوفت كور بروسيسور، لأنه هو مو مصمم بالسيليكون خصوصي معالج، لا بس أنا عم بستخدم اللوجيك اللي موجودة عندي لحقق معالج. طيب بالإضافة للمعالج كان بدنا، لأنه نحن مخزنين البرنامج والداتا تبعنا على شريحة على ذاكرة SD RAM، كان بدنا متحكم بهي الذاكرة SD RAM مجهورة. كان بدنا مثلا لما نحن بدنا نوصل للانترنت، فاجباري بدنا وسيط للوصل عندنا، اما عن طريق الواي فاي او عن طريق الانترنت، يعني الشبكه مش شبكه اللام عادي. فكان بدنا واجهه تتخاطب مع هي الشبكه. كان بدنا نفس الوقت اوديو انترفيس، لانه الاوديو مخارج الاوديو المداخل تبعها ما فيني انا فورا اخذ منها عينات الصوت والخطيه، فلازم برمجها انا بشكل معين باستخدام بروتوكول الاي تو سي. بنشرع على الاي تو سي، استخدام بروتوكول الاي تو سي هو عباره عن اي تو سي كنترولر يتخاطب مع الاوديو كودك. وبنفس الوقت كان عندنا فيديو سب سيستم اللي هو جزء منه الفي جي اي كنترولر اللي ورجيتكم اياه قبل شوي. كان عندنا فيديو سب سيستم عشان الاصدار على الشاشة الخارجية، وبرل البورتس وتايمر. هلا راح اورجيكم كيف انا فيني شكل نظام قريب لهذا النظام خلال دقيقة او دقيقتين، يصير عندي هذا النظام اللي يعتبر معقد، واللي هو كمان من فئة الـ SOC System on Chip. شوف لانه كم شريحة موجودة عندي بقلب شريحة واحدة. برنامج كوارتوس اللي هو البرنامج اللي بستخدمه لبرمجة هاي الشرائح، موجود أداة اسمها SOBC Builder، يعني System on Programmable Chip Builder. هذا البرنامج بيحتوي على مجموعة من الوحدات المصممة باستخدام Verilog أو VHDL. فيني أنا بس أنقر عليها نقرتين وبتصير موجودة عندي برمجة على شريحتي، بصير عندي هي الأحضار الجاهزة. أنا مثلا أول شيء بدي أحط شو أول شيء؟ معالج اللي هو نيوز 2 كور. بنزل على البروسيسور. بطلع لي هي النافذة، هي النافذة فيني أحدد من خلالها أنا شو صفات هذا المعالج بدي اياها. اول شيء انا بنختار مثلا في منه ثلاث نسخ هذا المعالج. نسخه اي هي الايكونوميكال، يعني انه هاي في اقل شيء ميزات وسرعتها اقل شيء. وفي الاس ستاندرد هي الوسط، وفي الاف اللي هي اسرع نسخه. شوف شو كاتبين اب تو 51 دي ميبس. هل بيعرف شو الميبس بتعمل؟ مليون انستركشن بير سكند.
يعني انا باستخدام هذا المعالج تمام، اذا استخدمت تردد باستخدام تردد ساعه 50 ميجا هرتز فيني احقق 51 مليون تعليمية بالساعه. لو استخدمت تردد 100 هرتز ميجا هرتز فيني استخدم فيني اوصل ل 110 تقريبا مليون تعليمية بالساعه. وهذا على فكره رقم كبير مقارنه بالمايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر يعني انكثرت وصل انكثرت وصل 20 25، وهذا الشيء ما بكفي، لا يمكن يكون كافي. اذا انا عندي تطبيق فيه معالج استشاره يعني فيه عمليات حسابيه كثير. وباقي هي الخيارات كلها هي خيارات عشان انا احدد شو مواصفات هذا المعالج اللي انا بدي اشوفه. استاذ ممكن اسالك سؤال؟ ما في شخص ثاني يجيب لك انت مكتوب برا الشفتر يعني السي بي يو هذا الشفتر بالهاك ما مكتوب برا الشفتر اي بس يرجع شيء بعطيها فكرة عنها او شو معناتها؟ والله حكون صريح معك ما عندي فكرة شو هي، بس هي اللي انا على ما اذكره هي التقنية لتسرع تنفيذ التعليم، هي مثل بايب لاينينج خطوا البرنامج يعني تنفذ التعليمتين بنفس الخطوة. ايوه تمام، يعني انا فوت التعليم الاولى وبنفس الوقت اشتغل على التعليم اللي بعده. يعني تقريبا نفس ما راح اقول لك نفس الوظيفه بس يعني وظيفته تسريع التنفيذ. ذكرنا كمان انه انا بدي واجهه اوديو بالتخاطب مع شريحه الاوديو الموجوده عندي. هاي صار عندي معالج واوديو انترفيس، بدي كمان فيديو انترفيس. ننزل على الفيديو في جي اي كنترولر، هذا اللي شكلناه قبل شوي في الكرام جيرلو. بالإضافة لمتحكم ذاكرة عشان يجيب لي الصورة من الذاكرة ويعرضها على الوزارة. شو كمان كان عندي؟ بارلل بورد، مثلا بدي أضيف أنا بورد بارلل بورد. أنا مثلا عندكم بالـ AVR 8 في بورد A وبورد B وبورد هون نفس الشيء، أنا في مضيف يعني عدد مو غير محدود بس يعني عدد كبير من البورد. بدي تاني مرة مثلا المهم يعني بكل بساطة أنا شكلت نظام معقد خلال دقيقتين ثلاثة. مو بس هيك، يعني أنا فيني غيره الطريقة اللي بدي إياها. يعني انا كاني عم بتلاعب، عندي شريحه وعم بتلاعب فيها، عم بحرك هذا الكومبوننت لهون وهذا الكومبوننت لهون، عم بحطهم على كيفي. هلا ما رح اعملها جنريت لانه رح تاخذ وقت طويل، حورجيكم بس انه نظام النظام اللي ورجيتكم اياه قبل شوي. بشكل عام انا بس لاحظوا هون اعطيني تقرير انه قديش عدد العناصر المنطقيه اللي استهلكها هذا النظام. لاحظوا انه عندي 15747 من اصل 68000 عنصر بالشريحه الموجوده عندي، يعني اقل من 25% من مقدرات الشريحه. يعني تصوروا انه انا فيني على هي الشريحه نفسها احط يعني تقريبا اربع
أربع أنظمة تمام مشابهة للنظام كانت تشتغل كلها مع بعض. يعني تصور إنه أنا عندي مثلاً خمس أو ست معالجات اللي هي نانوس تو اللي ورجيكم إياها على شريحة واحدة عشان أورجيكم كيش يعني مقدرات التقنية عالية. ومو بس فيني أربط بيناتهم وخليهم يشتغلوا بشكل تفرعي. أنا بكون عملت يعني زدت مستوى الأداء ضاعفته مرات عديدة. هذا المعالج النيكس تو إله بيئة تطوير خاصة فيه كمان تطوير نفس الشيء. لا عفوا هذا من تطوير شركة إكليبس مشهورة يمكن يشتغل برمجة من شغل شركة إكليبس. أنا عن طريق هاي البيئة فيني برمج المعالج بالسي أو السي بلس بلس يعني ما في مالي مضطر أنا أروح أشتغل بالأسمبلي كأني عم برمج معالج عادي. يعني أنا من لا شيء سويت معالج بالإضافة إنه موجود هون إيكوالايزر. شو الإيكوالايزر؟ هو عبارة عن مجموعة من المرشحات. هاي المرشحات أنا فيني أتحكم بالكسب تبعها، أتحكم بالكسب تبعها لحتى أحدد أنا أحذف مركبات ترددية معينة أو أعزز مركبات ترددية معينة عشان أحسن من جودة الصوت.
الجزء ما واضح كثير مش كمان هلا انا السيرفر تبعي هو اللابتوب تمام عن طريق اللابتوب انا عم ببعث عن طريق مدخل الاثر عن طريق الاثر عم ببعث اللوحه تبعي عم ببعث اشاره صوتيه هاي الاشاره الصوتيه ولدناها عن طريق اللابتوب مجال سمعي فيه يعني 16 هرتز لل 20 كيلو هرتز او 16 كيلو هرتز ايه وهون هلا عم بظهر لي هذا عم بظهر لي شو المركبه التردديه الحاليه اللي عم توصلوا باستخدام تحويل دي اف تي اللي حكينا لكم عنه قبل شوي هلا انا هلا هاي مجال الزمني ايوه هاي الاشاره الزمنيه هل انت عامل زرار استاذ على البورد مشان تتحكم بالسيمولايزر بسرعه؟ ها؟ عامل زرار على البورد تتحكم هو على الازرار هو على في هلا شوف كيف انا بس تغير الكسر تبع الايكولايزر رح تتحكم هلا مثلا هذا للترددات المنخفضه شايفين الترددات المنخفضه في ظهرت هو في اخطاء برمجيه يعني فهمتونا طيب هاي هي كانت الفكره البسيطه بس انا نحن شو استفدنا من بي جي اي انه ولدنا نظام تمام ولدنا نظام الهاردوير تمام واستفدت من الـ FPGA انه هاي المرشحات الرقمية والـ DFT مثل ما قلت لكم بتحتاج لعمليات حسابية كثير فالنظام سويته بالسوفت وير يعني بواجهة بالسوفت وير التحكم بالسوفت وير بس الـ DFT والمرشحات سويناهم بالهاردوير عشان نسرع عملية التنفيذ سويت دارة مخصصة لحساب الـ DFT ونزلتها بأمل الـ FPGA هلا بنرجع للتطبيقات يعني ما في مجال ما أظن في مجال إلا دخلته الـ FPGA
اهم مجال بما اننا بالاتصالات يعني اهم مجال هو مجال الاتصالات. هلا بالابراج جي اس ام اللي موجوده عندنا بالبلد هي من انتاج شركه هواوي، يمكن زميلنا هون بيعرف انه اشتغل بالمجال، كانوا يستخدموا الاف بي جي اي بالبي تي اس. طبعا بتعرف شو البي تي اس؟ هي برج الغرفه اللي تحت فيها الادارات الالكترونيه لمعالجه الاشاره، بيستخدموا الاف بي جي اي لعمل معالجه الاشاره. ليش استخدموا الاف بي جي اي؟ لانه مقدرات مثل ما قلنا لكم مقدراتها عاليه. طبعا هلا انتقلوا سووا مصنع لحالهم، صاروا يعملوا الدارات المتكامله الخاصه فيهم. بمجال العسكري استخدم بالرادار، بالاتصالات الامنه، مجال الكمبيوتر استخدم بالسيرفرات. هلا في شرائح اف بي جي اي جديده اسمها ستراتكس من شركه التيرا، بيجي فيها ترانسيفر. شو مقصود ترانسيفر؟ ترانسميتر ريسيفر، انه وحده ترسم مثل الاثرنت هون فيها ترانسيفر بسرعه شو؟ 100 ميجا بت بالثانيه. هاي الشرائح عم بيجي فيها ترانسيفر بسرعه 28 جيجا بت بالثانيه. يعني شريحه اف بي جي اي وحده ممكن تكفي ترانسيفر واحد ممكن يكفي لالاف من المشتركين بالانترنت. فعم بيستخدموها بالسيرفرات عشان التواصل، عشان سرعة النقل المعلومات. بيستخدموها كمان بالسوبر كمبيوتر. نفس الشيء، أنا بالسوبر كمبيوتر ما عندي آلاف المعالجات بدي أربط بيناتهم، بدهم شبكة ربط سريعة. فأنا كمان بستخدم هاي الشرائح اللي فيها ترانسيفر عالي السرعة للربط بيناتهم. هلا مثل ما بعرف انتم المجموعة هون، ما بعرف كلكم بالميكولوجيا أو المهم مهتمين انتم بالمجال الاعداد المفتوح. طيب هلا بدنا نشوف كيف الاف بي جي اي ساعدت بتوطيد هاي الفكره، فكره الاعداد المفتوح. شو القصد بالاعداد المفتوح؟ القصد بالاعداد المفتوح انه انا اوبن هاردوير، مثل ما عندنا اوبن سورس سوفت وير. هو بيقول اوبن هاردوير لانه مو كل هاردوير سورس، ما هيك؟ اوبن هاردوير بيقولوا. هلا صار اقتصر مفهوم الاعداد المفتوح المصدر على اني انا مثلا سويت داره، تمام؟ هاي الداره نشرت البي سي دي تبعها، اللوحه تبعها، مخطط اللوحه تبعها والداره نشرتها، بالاضافه للاكواد اللي انا مستخدمها فيها، الاكواد البرمجيه. هذا كان الفكره عن الاوبن هاردوير، يعني لحد صار بمجال الالكترونيات خاصة. بس الاف بي جي اي، صار بامكاني انا صار بامكاني مشاركه البنى الداخليه للدارات المتكامله والمعالجات. مثل ما شفتوا انا فيني وصف معالج كامل، تمام، باستخدام الفيرلوج. بكل بساطه هذا الملف الفيرلوج اللي انا استخدمته فيني انشره مثلا على النت وخليه اوبن سورس، واي شخص ثاني ممكن يستخدم المعالج تبعه اللي انا صممته يستخدمه بالدارة تبعه، بالـ FPGA تبعه. هلا مثل في موقع مثلا اسمه opencores.org بيحتوي يعني مئات او الاف تصاميم مفتوحة باستخدام لغتي VHDL و VRL. يعني هاي التصاميم بتتراوح ما بين معالجات 8 بت مثل AVR 8. هلا بالاردوينو AVR 8 مستخدم، صح؟ نفس المعالج المستخدم بالاردوينو موجود كاوبن سورس هاردوير على الاوبن كور. متحكمات بروتوكولات اتصال، معالجات 32 بت مثل هذا المعالج. هذا معالج متقدم، هو من انتاج هذا الموقع نفسه، من تصميم هذا الموقع نفسه، اسمه اور اور اس اي سي ولا اسمه اور اي 200 سي بي. بنيته بشكل كامل، بشكل كامل مفتوحه المصدر، يعني معالج كامل انا عندي اطلاع على كل تفصيل بقلبه. هلا بس نظرة هيك على مراحل انتاج الدارات عشان نشوف نحن لوين قدرنا نوصل بمجال الاوبن هاردوير. هلا انا اذا بدي انتج دارة متكاملة بدي اول شيء احدد شو مواصفات هي الدارة، بعدين بدي صممها كوظيفة فانكشنال ديزاين. والفانكشنال التحقق من الوظيفة بيستمر باستخدام الـ VHDL والـ VRLOOK اللي حكينا عنه.
واللوجيك ديزاين واللوجيك فيريفيكيشن نفس الشيء باستخدام الفيجيتال فيز. هلا بعدين بدي صمم هاي الدار على مستوى الترانزستورات، يعني انا صممت على مستوى المنطقه بوابات وقلابات وعبادات، بدي صممها على مستوى الترانزستورات. فبيستخدم بهاي الحاله بيستخدم شيء بسموه لاي اوت اديتور. انتم حدا بيعرف كيف نحن بنصنع دار متكامله؟ مثلا ترانزستور دار متكامله بتطبع مجموعه عمليات اقنعه ضوئيه. حدا عنده اطلاع عن هالموضوع؟ بدي صمم هون السيركت ديزاين، بدي صمم الدار على مستوى الترانزستور. يعني انا بصنع دار متكامله ما بكفي اني صممها على المستوى المنطقي، بدي اشوف ترانزستور كيف توصيله. حتى لو كان 10 مليون ترانزستور بدي اشوفهم ترانزستور اتحقق منهم واحد. بعدين حننتقل، هاي كلها ضمن عمليه تصميم على مستوى الدارات. بعدين بدي انتقل لعمليه الفابريكيشن. اي فابريكيشن يعني انا بدي ودي هذا التصميم على المصنع، تمام، وبدهم يطبعوا لي هي الداره تبعي على شرائح السيليكون او بسموها ويفر. طيب هلا تقنيه الاف بي جي اي سمحت انه هاي المراحل كلها سمحت لي انا اسويها اوبن هاردوير، تمام. يعني انا هاي المراحل كلها فيني اسويها بالفيرلوج وانشرها هون. هاي البرامج حتى هيك هون هاي المراحل صارت اوبن عن طريق مثلا في برامج مختصه بهي القصص هاي الشغلات، مثل في دور الكترونكس بيشتغل على لينكس مختص بانه هو يفحص يصمم لي الدار على مستوى الترانزستور ويفحص لي ترانزستور. هاي مثلا شوفوا هاي هي الدار من جوا، هي بسموها الاقنعه الضوئيه اللي انا بستخدمها لتحقيق هاي الدار. طيب شو صفى عندي؟ صفى عندي هاي العمليه اللي هي الفابريكيشن التصنيع الحقيقي. طيب شو المشكلة بالفابريكيشن؟ أنا هلا صنع دارة متكاملة، بتعرفوا أنا عم صنع الترانزستور على مدى 20 نانو متر مثلا. يعني ذرة غبرة واحدة ممكن تخرب لي الدارة كلها. معناته أنا بحاجة لمصنع بسموه كلين روم. هذا الكلين روم بيكون نظيف لأبعد الحدود، يعني بيكون مثلا فيه ذرة غبرة واحدة ضمن متر مكعب واحد. تمام؟ بالإضافة إلى أن أنا أشوف الضوء الأصفر مو مسموح استخدام الضوء الأبيض، لأن الضوء الأبيض فيه UV ألترا فوق أشعة فوق بنفسجية، تمام. هاي الأشعة الضوء فوق بنفسجية بتخرب عن الدارة. طيب كيف أنا بدي أوصل لمرحلة إنه أنا حتى التصنيع أقدر أسويه بإيدي، حتى تصنيع دارة متكاملة بإيدي بسويه؟ عم بيجوا لحلول بديلة. الحلول البديلة هي بسموها ثين فيلم ترانزستور أو أورجانيك ترانزستور. يعني أنا بشكل ترانزستور إلى نفس وظيفة الترانزستور السيليكوني بس من مواد عضوية، تمام؟ طيب بهذه الطريقة أنا مالي مضطر بسبب خواص هذه الترانزستورات، مالي مضطر أنا لهذا الجو الخارق المضافة لحتى صنع، ولا مضطر لهي التجهيزات الضخمة والكبيرة. هلا مثلا هذا معالج 8 بت باستخدام 4000 ترانزستور عضوي. بشو مين ممكن يحضر مثلا كيف تشكل هذا المعالج؟ استخدام طابعة 3D، طباعة، استخدام 3D، تمام، طباعة 3D، استخدام طباعة 3D انا شكلت معالج. هاي مثلا عملية طباعة الترانزستور هون. عملية طباعة الترانزستور باستخدام بتعرفوا الريبرار طابعة ثلاثية الأبعاد. طابعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الريبرار عم بيطلعوا هون ترانزستور عضوي. يعني أنا صار فيني صنع حتى الدارة المتكاملة ولو إنه لسه يعني بمجال بسيط وصغير بس بكفي لكثير تطبيقات، صار فيني صنعها حتى بالبيت إذا توفرت عندي هي الطاقة. وهي متوفرة أظن الريبرار متوفرة. طيب هلا بس اللي حابب يشتغل بهذا المجال
بورد حكى لي عنه الاخ يحيى اسمه بابيليو هذا البورد فيه شريحه اف بي جي اي من شركه اكزينكس ومناسب للي بده يبدا بهذا المجال لانه سعره منخفض. هلا انا ما ذكرت شغله مشكله الاف بي جي اي الوحيده يعني مقارنه بالدي اس بي والمايكرو بروسيسور هي سعرها العالي. يعني مثل الشريحه الموجوده عندي الشريحه لحالها بدون البورد حقهم حق $100 بينما المايكرو بروسيسور بيكون $2-$3 بالكثير. يعني حتى في شرائح اللي بتكون عندنا اللي فيها هي ترانسيفر 28.  جيجا بايت حق $12,000 بس الشريحه لحالها حق $12,000. هذا البورد حلاوته مثير مناصب حق حلاوته $2 وفيه مجموعه من الطرفيات مثل الزواكن مثلا مهتز 32 ميجا هرتز للبدء بهذا المجال وممكن نسبته. اللي بيعرف الاردوينو والاردوينو ممكن نضيف له شيلدز صح؟ تمام. هاي نفس الشيء بس سموه وينز. في مجموعه كبيره من الطرفيات اللي ممكن انا اضيفها هون اربطها بهي الدارة عشان انا مثلا في في جي اي دار موجوده انا شفتها وين في جي اي دار عشان تتحكم بها. شو سبب يعني بالذات هذا يعني هيك مخفف سعره؟ لانه كلهم اف بي جي اي يعني هذا هلا شوف هذا لانه مستخدمين اف بي جي اي نوعا ما مقدراتها منخفضه انه مخصصه للمبتدئين يعني عرفت علي؟ كم معالج بيصير؟ والله ما عندي فكره كم معالج صحيح. انا ما اذكر قريت انا فيها 250,000 بوابه منطقيه. هلا بحل لك كم معالج بيصير. هلا بالنسبة للي بيحبوا الاردوينو في عندك مثل ما قلت لكم قبل شوي الاي في ار معالج اي في ار 8 اللي هو مستخدم بدارة الاردوينو موجود بشكل اوبن سورس ومعدل لحتى يشتغل بالذات على هذا البورد. فوق هيك الشركة المصنعة للاردوينو عاملة تعديل على الاي دي تبع الاردوينو شو بسموها الاي دي تبع الاردوينو وعامل تعديل لحتى تتوافق مع هذا البورد. يعني صار فيني انا بدل ما اشتري الاردوينو واشتري هاي اشتري هاي وصير عندي اردوينو ومو بس اردوينو واحد. هلا انا مثلا اخذت هاي النواة نواة الاي في ار وجربتها عندي هون استخدمت من 70,000 عنصر منطقي استخدمت 1000 عنصر منطقي. يعني انا فيني احط 70 معالج 70 دارة أردوينو بقلب الشريحة تبعي. هلا هاي بما انه اضعف انا هذا توقع يعني انا ما عندي فكرة قديش ممكن تصل. انا توقعت على الاقل بدها تصل 4 دارات أردوينو الشريحة الواحدة. يعني انا بشتري هاي بدل ما اشتري أردوينو بشتري هاي وبنزل عليها 4 دارات أردوينو بشتغل فيها على حلو راجع اللي بحب حدا اللي حابب يستزيد عن الموضوع. انا بعرف الموضوع صعب يعني ما سهل بس ضليت سنتين يعني اقرا فيه حتى اقدر افهمه. في راسمني على هذا الايميل اللي حابب مثلا يشتري كت او هذا طبعا مو ما عم بعمل دعايه بس بقول له من وين اجيبها حسب خبرتي. الستارت اب كت اللي موجود معك متوفر؟ ايه متوفر. في المشكلة ماني عرفان إذا المحل لسه موجود لأنه موجود بالجديد. ما بعرف شو صار بصراحة ولا بعرف. شركة اسمها ايديو ماركت إذا بتدوروا على الإنترنت بتلاقوا الموقع تبعها. قد إيه سعرك؟ أنا اشتريتها وقتها ب 23,000 كان الدولار ب 50 أحسب أن تقدر. في عندي بالاضافه لل عرفت السوق في
وحده كمان هاردوير اسمها جيل تاور مودول. شفتها بدي قلت لك هاي انا بنزلها تمام، هاي بنزلها الوحده اللي طلعت المعالج شايفها هاي؟ نزلها هاي هي المسؤولة عن انه توصل توصل هلا مع دائرة الهيموسبي الموجودة هون وتبرمج المعالج. في اي سؤال شباب؟ شو اسمه الستارت اب؟ الستارت اب كيف؟ انا اللي هاي هاي اسمها دي 270 هاي، بس هي مو ستارت اب كيف، في ستارت اب في ستارت اب كيف في هلا النسخة الجديدة منها أضفت مو عندي المحور يعني هو شايفها اسمها دي 215 هي أقوى، مستخدم المحور الدارات المنطقية بالجامعة دي 2 دي 215. في سؤال؟ في هاي الموضوع شركتين عم علاجات عم بيعملوا مثلا في شيء اسمه أوما هم عم بيستخدموه جزء الموبايلات بيجي انه في سيستم هو سيستم ونشيب عليه ار ومعه تكسس ايوه ايه ومعه شو معه تبع الاوديو تبع الفيديو في اذا يعني هي بس انه فرقت عن موضوع الاتجاه انه هي صايره يعني اذا غرض محدد يعني ما راح يصير ما فيك هون انت يعني بيقولوا لي كان في تسوي اللي بدك لما انا برمجها بحرق فيوزات وكذا لا هاي برمجها بحرق فيوزات القديمه بالنسخه القديمه البي ان اي كم مره فيني ارجع برمجها لا انت هون انا مثل ما قلت لك هون شايف هذا الرجل اللي معك تمام بداخل تبعه قلت لك وصولي لخلايا الاسرام تمام فانا حتى برمجها بس برمج خلية الاسرام ما في فيوزات هون فيوزات القديمه فهي خلايا الاسرام موزعه على كامل ليش بسموها فيود حقليه انه انا حسب المنطقه يعني انه فيود يعني موزع خلايا الاسرام موزع على كامل حقل الحقل اذا اعتبرناها حقل برمجه موزع على كامل الشريحه فأنا بس ببرمج هاي خلية الإسرام بالقيمة اللي بدي إياها وخلص بصير عندي وظيفة في أرجع برمجها إلا عدد نوع في سؤال ثاني؟ في يمكن شرائح بي جي بيجي مع مايكرو بس في القلب يعني هاردوير هاي بسموها الكير اكسوسي بيجي فيها بالإضافة لشريحة الـ بي جي إم نواتين من معالج ARM كورتكس هلا هو شو الفرق؟ انه انا طب ما دام انا فيني احط المعالج تمام؟ احط المعالج بقلب هذا، ليش عم بستخدم معالج هاردوير بدل السوفت كور؟ لانه الفرق بالاداء. الاداء مصمم يعني على مستوى الترانزستور تمام؟ ليعطيني افضل اما السوفت كور مثل اللينكس تمام؟ انا عم ببرمجه يعني ممكن يكون مثلا شو اسمه البصات ممكن تكون اطول. مثل هاردوير مايكرو بروسيسور حتى الوصله ما عم بحسب طول الوصله بحكي عشان انا احسن اي سؤال ثاني؟ لا انت استخدمت سيستم اون شيب على الاف بي جي تبعك في سيستم اون شيب جاهز هاردوير كيف في فرق ايه قلت لك هذا فرق بالاداء انه انا عندي بهذاك السيستم اون شيب مخصص يعني كل ترانزستور منه مصمم بشكل عشان يعطيني افضل اداء انه انا هون دنيا عامه عم بستخدمها لتحقيق هذا هي الدرع فاكيد حيكون في فرق بين الاداء اي شيء ثاني؟ شكرا اذا الواحد بده يبلش على الكيرا ولا ديزاين نيكس ولا ما في فرق والله ما في فرق بس انا فضلت الالتيرا لانه الالتيرا اول شيء عندها كتات اكثر يعني تنوع كتات اكثر يعني انت الكت اللي حسب تطبيقه في فعلي كت بتتراوح اسعاره من بين 100 دولار ل 2000 دولار والسبب الثاني انه الالتيرا في كثير مواد تعليميه على الموقع اكثر من ذاك بس عشان هيك فضلت الالتيرا شكرا لكم يعطيكم العافيه